يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد أمامه ضريح لا يفصل بينه وبين المسجد إلا الباب ومبنى الضريح؟ وما حكم الصلاة في مسجد اسمه باسم صاحب هذا الضريح؟ المسجد المبني على ضريح لا يصلى فيه، لا تصح الصلاة فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذروا ما صنعوا. لعن وهو في السياق في النزع الأخير للموت، يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، يحذر ما صنعوا. فالمسجد المبني على ضريح لا تصلي فيه ولا تصح الصلاة فيه، لأنه ليس مسجدا وإنما هو مشهد ضريح لا تصلي فيه. أما إذا كان القبر بعيدا عن المسجد ومنفصلا عن المسجد، بينهم أرض أو بينهم شوارع، فلا بأس. أما إذا كان القبر في المسجد أو متصلا بالمسجد فحذاري إنك تصلي فيه، لأن الرسول حذرك من هذا، قال: لا تتخذوا القبور مساجد. هذا تحذير من الرسول، ما هم مننا، من الرسول يقول: لا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. قال ذلك وهو في سياق الموت صلى الله عليه وسلم. فابتعدوا عن المساجد المبنية على القبور، وادعوا إلى الله، بينوا إن هالمساجد إنها وثنيات وليست صحيحة، وأن الرسول حذر منها ونهى الأمة عنها. هذا هو الواجب. الواجب أن يدفن الأموات في المقابر، ما يدفنون في المساجد. هذا هو الواجب على المسلمين، هذا هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. كان يدفن أصحابه بالبقيع، ما كان يدفنهم في المساجد، وهم صحابة أفضل الأمة، ما كان يدفنهم في المساجد، كان يدفنهم في البقيع في المقبرة. هذا سنة الإسلام، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم.